طيب خلينا نعرف بقى هنا في مصر بيعملوا ايه. كاميرا صباح الخير يا مصر نزلت الشارع وسألت عن الاتيكيت وازاي نعلم اولادنا فن التعامل مع الناس والذوق والاحترام في تعاملنا مع الاخرين. الاتيكيت كلمة بنسمعها في مواضيع ومجالات متنوعة وكتير، وده لأنه فن من فنون التعامل اللي الإنسان بيتعلمه وبينقله وبيستخدمه مع الآخرين. النهاردة احنا نازلين نسأل الآباء والأمهات إزاي بيعلموا ولادهم فنون الاتيكيت، إزاي بيتصرفوا معاهم لما يلاقي أي تصرف سيء في الأكل والعزومات. تعالوا نشوف رأي الناس إيه. اي حاجه بحاول اوصلها له بعملها انا. اول حاجه الدين، انا بعاقب بس انا يعني امي ايه مش شديده قوي في العقاب. باكل فبقول لهم شوفوني اكلت ازاي، كلوا زيي. قولي ازاي بتعلم ولادك فنون الاتيكيت؟ بالاساليب بتاعتنا التقليديه الشرقيه، نحترم الكبير والصغير في الاكل بالذات، ليه اداب، اداب الاكل. الواحد زي ما سيدنا رسول الله كل من يمينك كل مما يليك، دي سلوكيات. فما بعود البنت او الولد على طريقه الاتيكيت بيتعامل بيها بره، بيعرف ان الوسط او المكان اللي جاي منه مكان كويس. بزعق معاهم وكده، وانا عايزهم اكيد يعني يطلعوا على اتيكيت وياكلوا ويشربوا بالسكينه وما يطلعوش لفظ غلط من بقهم. لما بنبقى خارجين بقعد طبعا بنبه عليهم، يا اولاد بلاش قهوه زي في البيت. لما نروح مكان طبعا لا ما نمدش ايدينا على حاجه الا لما انا يعني مثلا نبدا احنا اكل كلنا. بكون قبلها متفقه معاهم، شوفوني بتصرف ازاي، شوفوني بعمل ايه واعمله زيي، والحاجه اللي انا عايزاهم يعملوها بعملها قدامهم زيها بالظبط. بلفت نظرهم لاي ملاحظات انا بشوفها عليهم، وبديهم الملاحظات اللي انا بقولها لهم، وما شاء الله هم بينتبهوا طالما هم في سن صغير وبياخدوا بالهم من الكلام ده وبيتعودوا على الملاحظات اللي بياخدوها على الاتيكيت. على قد ما بقدر، هو الاتيكيت في اكتر بره يعني، هم بيتعبوني بره شويه يعني. عشان اعلمه هو مش هيفهمني لو قلت له اعمل كذا، مش هيسمع الكلام، بس هو هيراقبني. كل اللي على الام تعمله او على المربيه او على الناس اللي في الحضانه ان هم بس يعملوا ايه؟ يعملوا حركات اللي هم عايزين الطفل يعملها قدامهم. التصرف اللي لاحظته على ابنك او بنتك في اكل او في عزومات وتعاملت مع التصرف ده ازاي وقتها؟ لا مفيش. ممكن يكون مثلا ان هو يكون عاوز حاجه من على الترابيزه او حاجه من قدام حد تاني فهو يجيبها، فده غلط، لازم يستاذنه. احيانا بيبقى الصوت في الاكل مثلا بلفت نظره، يعني ان احنا ناكل من غير صوت طبعا. ابص كده لو انا مثلا مشغوله بتكلم مع طنط مثلا او مع حد والولد هيمد ايده او هيتشاقوا او هيقوم يتنططوا حوالينا، فطبعا لازم ابص وخلاص مش دلوقتي. بالنظره، هي النظره، والولاد بيبقوا فاهمين النظره دي معناها ايه. ما بيكسفنيش قدام الناس، وفي نفس الوقت لو عمل موقف بحاول ايه انا اعمله بطريقه بالراحه وماليش زعيق عشان الولد ما يعانيتش. لازم يتعلم، اصل هو ده طفل يعني، هو كده كده احنا ما اتعلمناش طلعنا فجاه اللي احنا اتعلمنا وبتاع، لا احنا اتعلمنا برضو، اباتنا علمتنا نعمل ايه ونقول ايه وما نقولش ايه بالظبط.